نسوقها برور وبحور نقولوا احنا وصل لاخر نقطه في القارة السمراء. مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك. عسلامة. مرحبا باش نحوالك. مرحبا بكل مستمعي ديوان اف ام. شكرا لفضلك. لاباس الحمد لله. وين بالضبط توا؟ وين وصلت؟ والله ما زلت في اخر نقطه في جنوب افريقيا، تقريبا في كيب تاون. الان في كيب تاون. وقداش قعدت معناتها ملي خرجت من المحرس؟ عام كامل توا هكا بالضبط؟ عام عنا؟ عام كامل. تخرجت يوم 21 ديسمبر 2022 ووصلت لاخر نقطه يوم 22 ديسمبر 2023. عام بالتمام والكمال. قداش من كيلومتر هذوما؟ والله حقيقة ما حسبتش بالضبط، لكن تقريبا يفوتوا أكثر من 10,000 كيلومتر. أكثر من 10,000 كيلومتر على دراجة هوائية. تعديت على كل قداش من دولة أفريقية تعديت عليها؟ تعديت على تقريبا على 20 دولة. أول دولة هي الجزائر، ثم موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو، تقريبا الشريط الساحلي كامل تقريبا. حتى وصلت الى جنوب افريقيا. ورحله العوده باش تكون في المسار الاخر، يعني في العكس، ولا باش ترجع في نفس المسار؟ والله رحله العوده ما ثماش رحله العوده حاليا، ثم رحله اخرى هي ان شاء الله تكون الى مكه المكرمه. ربي يبلغ المقصود ان شاء الله، يوصلك سالم. بارك الله فيك، عايشك ان شاء الله. في قريب العاجل ننطلق رحلة جديدة إن شاء الله. رحلة جديدة من جنوب أفريقيا نحو مكة المكرمة على دراجة الهوائية معناتها. نعم. خالد نذكره، قداش عمرك بالضبط خالد؟ عمري تقريبا 27، داخل في 28. 27 سنة معناتها. ومن قبل تحب وعندك هواية أنك تكون معناتها الاستكشاف وأنك تمشي البلدان، ولا هي هواية جديدة أول تجربة خارج تونس؟ والله قبل تجربة افريقيا قمت بتجربة في تونس، زرت 24 ولاية بالدراجة الهوائية، عجبتني الفكرة. قلت على شلام من دوروش معناتها افريقيا قارة السمراء نعم. ومتعبة كانت التجربة الحقيقة، ولا هكا ترتاح شوية اشك فوا؟ والله كانت حقيقة كانت تجربة متعبة شوية، فهمت؟ كما تعرف انت العادات والتقاليد متاعنا مش كما عادات التقاليد الأفريقية، خاصة في الأكل، والأكل هو عنصر مهم لل أي تاخذ طاقة بالطبيعة. وباللي باش تهز معاك معناتها ما تنجمش تقعد معاك معناتها عام كامل، ما تنجم تخلي حد شيء معاك. معناتها كانت لك بعض الصعوبات خاصة في التأقلم في النظام الغذائي مع بعض الدول. والله في الفترة الأولى حقيقة معناتها الأرز صباحا مساء ويوم الأحد، معناتها الواحد سد من الروز، العيشة روز معناتها. العيشة روز صحيح. اي وبالتالي تعودت تأقلمت. فمش لا كسكسي لا حد شيء معناتها الغادية؟ لا ثم لا كسكسي لا ثم حد شيء معناتها. شنو أكثر أكلة تنسيت وحشتها توا معناتها وأنت في جنوب أفريقيا؟ والله توحش كل شيء يعني الماكله الكل الماكله التونسيه الكل. الحقيقه تجربه حلوه برشا قمت بها. وقداش باش تقعد توا من جنوب افريقيا الى مكه المكرمه تقريبا يعني الرحله؟ والله ما نعرفش بالضبط، لكن نحاول ما تنوصل قبل موسم الحج ان شاء الله. تكون شي فرصه عشان قم بمناسك الحج ان شاء الله. ان شاء الله اذا يسر الامور ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقك وربي ييسر لك. حكينا شويه على الماكله، نعرف في افريقيا فيها برشا صعوبات الحقيقه. ماديا تتكلف رحله كان هذيا ولا ما تتكلفش ماديا؟ والله ماديا تتكلف رحله بالباب كنت نعتقد معناتها الدول الافريقيه دول فقيره والعمله نتاعها معناتها تكون اقل من معامله الدينار نتاعنا التونسي، لكن تصدمت اغلب الدول الافريقيه غاليه برشا، خاطر اغلب المواد الغذائيه تكون معناتها مش تكون مستورده من الخارج. دونك الاسعار مرتفعه بعد تكلفت بالقدام. عندك انستغرام دخل منه شويه فلوس ولا ما عندكش؟ انستغرام، تيك توك، موقع انت التواصل الاجتماعي دخل شويه فلوس ولا لا؟ ما استغليتش الرحله هذه في الاطار هذا؟ عندي معناتها الصفحه خالد الشعبي شبوب، وعندي صفحتي على انستغرام اسمها خالد الشعبي، لكن الانترنت غاليه برشا معناتها ما تنجمش تبارتاجي، ما تنجمش
تنجمش. ما تنجمش تنجمش، لأن شفت برشا رحالة توانسة الحقيقة يستغلوا في الانستغرام ويكتشفوا في القارة الإفريقية، يدخلوا في برشا برشا فلوس معناتها من المحتوى هذايا. حبيت نتمنى لك كل التوفيق خالد الشعيبي، إن شاء الله ترجع لتونس تكون حاضر معنا في الاستوديو ونحكي أكثر تفاصيل على التجربة هذايا. الحقيقة تجربة مهمة ومهمة جدا، تستحق أن نسلطوا عليها الضوء. ربي يوفقك إن شاء الله وربي يبلغ المقصود، يحب يمشي من جنوب أفريقيا نحو مكة المكرمة، يحب يخلط على مناسك الحج لهذا العام. شكرا للجميع، شكرا عمر، شكرا هلفة، شكرا غازي، شكرا إيمان، أجمل تحية هدى، الأخبار تتسويت مع فؤاد نايت كلاب مع محمد، شكرا للناس كل تواصلت معنا. استثناء، يلا تصبح على خير. ديوانة صوتكم. مرحبا بكم، هل اختص سعيد فرحان برشا 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 برشا. جعفور دو روتور، ساعة سعيدة من الاثنين للجمعة من 9:30 حتىش النص نهار، باش نشيخوا باش نضحكوا باش نتفرهدوا باش نربحوا برشا كادوات وبرشا برشا برشا مفاجآت لا تصدق. على مسؤوليتي ساعة سعيدة كل يوم على ديوان اف ام من الاثنين للجمعة من 9:30 حتىش النص نهار.